انطلق معرض سوس الدولي لصالون الاثاث بتاريخ 25 افريل ويتواصل حتى 5 ماي. الافتتاح كان من 11 الصباح حتى 8 تاع الليل. مشاركين معنا حوالي 75 عارض من اكبر العلامات التجاريه في الاثاث، كل ما هو صالونات وغرف نوم وغرف اطفال وشومبر جونيور. بالنسبه للزائر اللي باش يزورنا يلقى اخر الاصدارات واخر الاحداثات في عالم الاثاث. فما دي صالون مودرن، فما دي صالون ارتيزانال، فما لي توندونس كولور جديد لكل الموجودين معنا. بالنسبه للمعرض معنا حاضرين فيه زاد ناس في كل ما هو مفروشات وريدوات وتاثيث. يتواصل حتى 5 ماي، مرحبا بكم من 11 الصباح ل 8 تاع الليل. على السلامه، مرحبا بكم، انا ياسين قزاح جيرون قزاح كونسيبت. مرحبا بكم في معرض سيدي عبد الحميد سوسه، موجودين في الهول اول ما تدخل على ديك اليسار. عاملين دي بروموسيون في لي سالون لي شومبر اكوشي سيرتو لي باك مارياج، عاملين فيهم ريميز 30%. وعندنا شروم تاعنا موجود في بحسينه شارع محمد الغزالي، وعندنا باج فيسبوك غزاح كونسيبت، انستغرام غزاح كونسيبت. مرحبا بكم، رانا عاملين زاد فاسيليتي دو بيمو حتى على 12 شهر. مرحبا بكم. عسلامة، مرحبا بكم، معكم كبير موبل موجودين في معرض الدولي بسوسة. دونك عندنا لهنا لي شومبر جونيور سبيسياليتي نتاعنا ولي تابل شيز، عندنا نوفيل كوليكسيون بيان سور، وعندنا 20% دو ريدكسيون. مرحبا بكم، وسينو تلقاونا على الباج فيسبوك وباج انستغرام كبير موبل. سينو موجودين لي شروم نتاعنا سوسة، تونس، سكرة، قصر هلال، صيادة. مرحبا.